السعودية مباشرة مراسلنا الحربي معين دنغام. معين، كيف هي الصورة بعد إعلان السيطرة الكاملة لقواتنا الباسلة على أحد أكبر معاقل الإرهابيين في حمص؟ مساء الخير مدام رائدة، مساء الخير لكل مشاهدي الفضائية السورية في هذا الوطن وفي خارج سوريا، في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم. نحن معكم في بث حي ومباشر مع هذه الليلة الجميلة من حي الخالدية من أحياء حمص القديمة. طبعا بعد أن فرض بواسل الجيش العربي السوري السيطرة الكاملة على حي الخالدية في حمص القديمة، طبعا حي الخالدية هو كان يعتبر معقل للإرهابيين المرتزقة ونقطة إمداد للمنطقة الوسطى للإرهابيين، وخطفوا هذا الحي وهجروا أهله وقاموا بالاعتداء على كل شيء في حي الخالدية لأشهر وأيام طويلة. قاموا بالاعتداء على المواطنين، خطفوا عدد كبير من المواطنين، اعتدوا على الجيش، قاموا بتمثيليات كبيرة عبر قنواتهم التضليلية، وحاول اتهام الجيش عبر مجازر مفبركة من خلال الاعتداء على المواطنين الذين تم خطفهم إلى حي الخالدية من الأحياء المجاورة وعدة أحياء في مدينة حمص. طبعا اليوم هذا الانتصار يأتي بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري في مدينة القصير وريفها، واليوم في الخالدية هذا النصر الكبير لبواسل الجيش العربي السوري، طبعا مهداة إلى قائد الوطن الرئيس الدكتور بشار الأسد، وللوقوف على العملية العسكرية معنا أحد القادة الميدانيين ليحدثنا عن العملية العسكرية التي نفذتها بواسل الجيش العربي السوري في حي الخالدية. احكي لنا عن الأهمية الاستراتيجية اللي قامت بها بواسل الجيش العربي السوري بهذا الإنجاز بالنصر على الإرهابيين في حي الخالدية. أولا نرحب بالتلفزيون العربي السوري على أرض الخالدية المطهر حديثا من الإرهاب. طبعا بعد بطولات فريدة من نوعها وتضحيات ومعارك ضارية، تمكن أبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني من دحر الإرهابيين في حي الخالدية، هذا الحي الذي كان يعتبر من أهم معاقل المسلحين في مدينة حمص لاعتبارات كثيرة، أهمها أن هذا الحي يتوسط مدينة حمص القديمة ويسيطر على كافة الأحياء المجاورة له. ثانيا، لقد عملوا ضجة كبيرة لهذا الحي على أنه لا يمكن للجيش العربي السوري الدخول إلى هذا الحي، ولكن أبطال الجيش العربي السوري وأبطال قوات الدفاع الوطني تمكنوا بتضحياتهم وبطولاتهم من دحر الإرهابيين في هذا الحي. ولقد خاصة شاهدنا عبر الأشهر الماضية فبركاتهم الإعلامية على القنوات، يعني ضللوا، وخاصة الإرهابي خالد أبو صلاح عندما قام بفبركات كبيرة واتهام الجيش بمجازر لا صحة لها وإنما هي كانت اعتداء على المواطنين. طبعا عمليات الخطف والقتل التي كانت خاصة في بداية الأزمة في مدينة حمص كانت معظمها تجري في حي الخالدية، عمله الإرهابيون معتقل للمواطنين الأبرياء، قاموا بالتمثيل والتقطيع والاغتصاب وكافة الجرائم التي يندى لها جبين البشرية. طبعا نحن اليوم بعد المصدر العسكري اللي أكد أو اللي أفاد بسيطرة الجيش الكاملة على حي الخالدية، طبعا نحب نسمع رؤيتك لأهمية الاستراتيجية لهذا النصر. طبعا يعتبر الانتصار في حي الخالدية نصرا كبيرا، لأن القنوات المشاركة في سفك الدم السوري إضافة إلى من يدعم الإرهابيين من كافة الدول وخاصة الخليجية وتركيا والدول الغربية كانوا يعولون كثيرا على هذا الحي على أنه لا يمكن للجيش العربي السوري السيطرة عليه. ثانيا، هذا الحي حي تاريخي وفيه بعض المساجد القديمة. نحن في الجيش العربي السوري نحترم المقدسات ونحترم أماكن العبادة ولا نفعل ما فعله المسلحون من تدمير لأماكن العبادة وتفجيرها. وبالتالي أيضا لأجزاء حمص القديمة الورشي طبعا هلا تم الأماكن العبادة تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وقسم منهم هرب باتجاه بقية الأحياء. أيضا في الحميدية وفي بعض الأحياء هناك أماكن عبادة قام المسلحون بتفخيخها وتدمير قسم كبير منها، وإضافة إلى ذلك لم يتركوا المواطنين في منأى عن إجرامهم، كانت عمليات الخطف والقتل والتدمير. هناك حادثة تاريخية عندما اعتدوا على البنات في أول عمرنا في دوار القاهرة، يعني هذه العملية كانت مشهورة، يعني أحداث كثيرة جدا
احداث كثيره جدا لا يمكن ان نحصيها في المرحله المقبله. شو بتحدث عنها؟ المرحله المقبله ملاحقه فلول الارهابيين في الاحياء المجاوره، وفي كل الاحوال الايام القادمه ستتحدث عن ما سنفعله بهؤلاء القتلة المأجورين، ونقول لهم اينما كنتم في الارض، في ارض الوطن، سنلاحقهم اينما كنتم ولم يكن مصيركم افضل من مصير المجرمين القتلة في القصير وفي حي الخالدية. اننا قادمون ان شاء الله. مبروك هذا النصر لكل بواسي الجيش، مبروك لسوريا ولشعبها ولجيشها ولقائدها. إذا أعزائي المشاهدين، هذه الصورة التي نقلناها لكم عبر الفضائية السورية، ليلة جميلة من حي الخالدية. هذه هتافات أبطال الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني التي بذلت جهود كبيرة في تحطيم منظومة إرهاب الخالدية. إليكم في الاستوديو الزميلة مدام رائدة. نشكرك مراسلنا الحربي معين درغام، ونوجه التحية لقواتنا المسلحة البسلة وهي تحقق الانتصار تلو الآخر في ملاحقة الإرهابيين ودحرهم واستكمال مهامها الوطنية.